مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز أخبار قناة أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. عبد الله بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسط تبادل الهجمات، موسكو تؤكد احتدام القتال في منطقة زابوريجيا، وكييف تؤكد إسقاط مسيرات وصواريخ كروز روسية. أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى طوكيو. ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لليابان الصديقة الازدهار والرخاء، مؤكدا عمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين. وبحث سموه ورئيس وزراء اليابان سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك على الصعد كافة، بما يدعم جهود البلدين التنموية وتطلعاتهما. كما ناقش الجانبان التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة، إلى جانب التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمات الدولية. رحبت دولة الإمارات بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة 6+6 توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيق المغربية. وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية رسميا على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا. هذا وأصدرت لجنة 6+6 الليبية اليوم بيانا أعلنت فيه إنهاءها مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو الجاري، وأكدت على صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع. وأشارت اللجنة إلى استنادها على التعديل الدستوري في إعداد القوانين الانتخابية، موضحا أن القوانين تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد، كما أن إعدادها تم بحضور خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات. كما أفاد بيان اللجنة أن قانون انتخابي مجلس الأمة يعتمد على عودة الحياة الحزبية ويحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص. شهدت محافظة اللاذقية السورية مساء أمس الإحاطة الإعلامية الثانية لعملية الفارس الشام 2 في سوريا، وذلك بعد تجاوز 100 يوم على إطلاق العملية. المزيد عن الإحاطة في تقرير الزميل علي النعماني. بحضور دينين الكعبي القائم على عملية الفارس الشام 2 والمهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية ومحمد الكعبي رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والفنانين، أقيمت الإحاطة الإعلامية الثانية لعملية الفارس الشام 2 في سوريا، والتي تم خلالها إطلاق مبادرات سيتم تنفيذها في المستقبل القريب في سوريا الشقيقة. إن من المبادئ الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في 50 عام القادمة هناك مبدأ رئيسي إنساني، ألا وهو المساعدات الإنسانية الخارجية. مدرستي هويتي، فرسان التعليم، كسوة العيد، الأضاحي وغيرها الكثير من المبادرات التي جاءت تحت شعار وما زال العطاء مستمرا. من هنا فإن عملية الفارس الشهم 2 التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فريق الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا للتخفيف من آثار الزلزال، هذه العملية تعبر عن أخلاقياتي وشيمي
والثقافة الإماراتية الأصيلة. وخلال الإحاطة أيضاً تم عرض فيديو يتضمن لقطات مما تم إنجازه خلال عملية الفارس الشهم 2 في سوريا خلال 100 يوم على إطلاق العملية. وبعدها تم تكريم الجهات والأفراد المساهمين في إنجاح المبادرات الإماراتية، كما كان هناك تكريم من محافظة اللاذقية لفريق عملية الفارس الشهم 2. وضمن عمليات الفارس الشهم 2 التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة وامتداداً لجسور الخير الإماراتية لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا، وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي اليوم طائرة مساعدات إماراتية جديدة تحمل على متنها 30 طناً من المساعدات، تنوعت ما بين غذائية وطبية، تستفيد منها شريحة كبيرة من المتضررين من الزلزال وتحديداً في مناطق الأرياف. نقف الآن معكم عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مباشرة روسيا نشر رؤوس نووية في بيلاروس في يوليو، في تصريح يتنافى مع ما سبق أن أعلنه حليفه ألكسندر لوكاشينكو الشهر الفائت أن هذه العملية بدأت فعلا. وقال بوتين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المتصلة بنشر الأسلحة المعنية على أراضي بيلاروسيا. وأضاف الرئيس الروسي خلال هذه الجلسة أن كل شيء يتم بحسب الخطة، وعليه من المقرر أن يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف في شمال الأطلسي المزمع عقدها في 11 و12 من يوليو في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا، والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف. وقال الجيش الأوكراني صباح اليوم أنه أسقط 4 صواريخ كروز و10 مسيرات هجومية أطلقتها روسيا بعد منتصف الليل. وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا استخدمت 16 مسيرة و6 صواريخ كروز في أحدث موجة من الضربات الجوية. وأفادت السلطات في منطقة تشيركاسي بإصابة 8 أشخاص بينهم 2 بجروح خطيرة. وعلى إثر الهجوم دوت صافرات الإنذار عبر البلاد بما في ذلك كييف مساء أمس وصباح اليوم. وميدانيا أيضا ذكرت روسيا أن معارك عنيفة نشبت في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا اليوم، بعد أن قالت إنها صدت محاولات متكررة من الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية لاختراق الجبهة. وأبلغ كبار قادة الجيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بأن روسيا تمكنت من صد الهجمات بنجاح، والتي تقول عنها موسكو إنها جزء من هجوم مضاد كبير تشنه أوكرانيا منذ الأحد. ورفضت أوكرانيا التعليق على الهجوم المضاد الذي طال انتظاره. وقال متحدث باسم مجموعة قوات فوستوك الروسية إنه تم تدمير 13 دبابة أوكرانية في معارك بمنطقة زابوريجيا و8 في منطقة دونيتسك. في سياق آخر، اعترضت طائرات حربية بريطانية وسويدية طائرتين عسكريتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي الناتو والسويد مساء أمس وفقا للقوات الجوية الملكية البريطانية. وقالت القوات الجوية البريطانية إن طائرات غريبن تابعة للقوات الجوية السويدية وطائرات تايفون تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية سارعت لاعتراض طائرة مقاتلة من طراز سو 27 فلانكر وطائرة استطلاع من طراز إيل 20 تتبعان القوات الروسية. تجلي أوكرانيا مزيدا من السكان اليوم من مناطق بجنوب البلاد، حيث قال مسؤولون إن 5 على الأقل لقوا حتفهم في الفيضان الذي نتج عن دمار سد كاخوفكا. وقال إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني إن 4 لقوا حتفهم و13 مفقودين في منطقة خيرسون، وإن شخصا لقي حتفه في منطقة ميكولايف. وذكر مسؤول عينته روسيا أن 8 أشخاص لقوا حتفهم في مناطق تسيطر عليها روسيا، وأن أكثر من 5800 جرى إجلاؤهم من منازلهم. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن السلطات تعمل على مدار الساعة لإنقاذ الناس. دعا رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري جيراسيموف اليوم إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع الصين
خلال مباحثات مع نظيره الصيني الجنرال ليو تشيلني. وقال غراسيموف في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية إنه واثق بأن محادثات اليوم ستسهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع. وأضاف خلال هذه المحادثات التي جرت عبر تقنية الفيديو أن تنسيق جهود روسيا وجمهورية الصين الشعبية على الساحة الدولية يؤدي إلى استقرار الوضع في العالم. السادسة مستمرة معكم وفيها بعد قليل. اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان بين الأطراف المتنازعة ل24 ساعة اعتبارا من صباح الغد. أهلا بكم من جديد. وقبل مواصلة النشرة تذكير بأبرز عناوينها. عبد الله بن زايد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسط تبادل الهجمات موسكو تؤكد احتدام القتال في منطقة زابوريجيا وكييف تؤكد إسقاط مسيرات وصواريخ كروز. في الشأن السوداني، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء السودان ل24 ساعة اعتبارا من الساعة 6 من صباح غد السبت بتوقيت الخرطوم. وقال بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إن الطرفين ملتزمان بموجب هذا الاتفاق وقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية في أثناء مدة وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. هذا وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية. وأعلنت الوزارة في بيانها أن الحكومة أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس شخصا غير مرغوب فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ أمس. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد اتهم بيرتس بالمساهمة بسلوكه المنحاز وأسلوبه المضلل على حسب وصفه في اندلاع النزاع الدامي في السودان منتصف إبريل. في مستجدات الملف النووي الإيراني، نفت الولايات المتحدة وإيران تقريرا أفاد بأنهما تقتربان من التوصل لاتفاق مؤقت تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن التقرير غير صحيح. من جهتها نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أيضا الموضوع بتعليق مشابه للبيت الأبيض. ونقل تقرير صحفي أن إيران ستلتزم وقف تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% أو أكثر، وستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مقابل السماح لها بتصدير ما يصل إلى 1,000,000 برميل من النفط يوميا، وهو ما أكدت واشنطن وطهران عدم صحته. في موضوع آخر، أيد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خططا لتشديد سياسات اللجوء بالتكتل، وذلك في اجتماع عقد في لوكسمبورغ في مواجهة ارتفاع أعداد المهاجرين. وبعد مفاوضات استمرت لساعات، وافق أغلبية وزراء داخلية دول التكتل على الإصلاحات المقترحة على الرغم من معارضة بولندا والمجر التي اعتبر رئيس وزرائها فيكتور أوربان أن الاتفاق في شأن إصلاح سياسة الهجرة غير مقبول. بعد تعثر لأكثر من 10 سنوات، نجح الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق استعصى على التكتل خلال المراحل السابقة. فبعد مفاوضات شاقة، توصل وزراء شؤون الداخلية بالاتحاد الذي يضم 27 دولة إلى اتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلقة باستقبال المشترك أكثر إنصافاً لطالبي اللجوء المهاجرين، وذلك في مسعى لإنهاء الانقسام القائم في التكتل منذ عام 2015.
مع وصول أكثر من 1,000,000 شخص إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط، مما جعل قضية استضافة المهاجرين قضية خلافية على نحو متزايد بين دول الاتحاد. الاتفاق الذي عارضته بولندا والمجر نجح في استقطاب إيطاليا واليونان وإقناع الدولتين المتأثرتين بأزمة الهجرة بالموافقة على السير في تطبيق التعديلات، بعد أن كانتا قد طالبتا لوقت طويل بمزيد من المساعدة لتتمكنا من التعامل مع من يصلون إلى شواطئها. ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين، إذ أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل، حيث لقي نحو 2,500 حتفهم أو فقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر. ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، لتصبح بموجبه كل دولة مسؤولة عن عدد معين من المهاجرين دون الفرض على هذه الدول استقبالهم. فالبلدان غير الراغبة باستقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى دول الاتحاد بوسعها تقديم المساعدة المالية للدول المستضيفة عبر منح نحو 20 ألف يورو عن كل مهاجر، أو عبر تزويد الدول المستضيفة بالمعدات وغيرها من التجهيزات اللازمة لإيواء المهاجرين. وسيطابق الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، مما يثير المخاوف من إجبار المهاجرين على البقاء في مخيمات مكتظة وغير ملائمة، ويهدد بتكرار المشاهد المأساوية التي شهدتها الجزر اليونانية قبل عدة سنوات. السادسة ما زالت مستمرة معكم وتتابعون في أخبار الاقتصاد. 20 مليار درهم قيمة 61 صفقة كبيرة منفذة على الأسهم المحلية خلال 5 أشهر. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية في التقرير التالي. شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 61 صفقة كبيرة ومباشرة على أسهم 13 شركة مدرجة بقيمة ناهزت 20 مليار درهم خلال 5 أشهر الأولى من العام الجاري. وجرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 1,620,000,000 سهم منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية مايو الماضي. وتم تنفيذ الصفقات على أسهم 9 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومنها العالمية القابضة وأدنوك للغاز وملتبلاي وأبوظبي الإسلامي والدار العقارية وغيرها، وعلى 4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي وهي أمانات القابضة ودبي التجاري والإمارات للمرطبات وتعليم القابضة. واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 56 صفقة تم تنفيذها على عدد 1,036,000,000 سهم بقيمة تجاوزت 19,100,000,000 درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 5 صفقات على عدد 584,400,000 سهم بقيمة تجاوزت 653,000,000 درهم. أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بمعدل 38% بنهاية مارس الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17,413,000,000 درهم في نهاية مارس الماضي، وزاد رصيد المركزي من الذهب بنحو 8.5% أو ما يعادل 1,370,000,000 درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. يذكر أن رصيد المركزي من الذهب شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مرتفعا إلى 12,862,000,000 درهم في نهاية 2020 مقارنة ب 4,444,000,000 درهم في نهاية 2019. ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة على أساس سنوي بمعدل 6.10% أو ما يعادل 42,500,000 درهم بنهاية مارس الماضي وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة
وصل إلى 735 مليارا و200 مليون درهم في نهاية مارس الماضي. ووفقا للإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بمعدل 10% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 734 مليارا و700 مليون درهم في فبراير الماضي. إذن بالاقتصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام السادسة، شكرا على المتابعة، في أمان الله.